السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الطبخ فاطمة كويزين. وصفة اليوم عسل منزلي، اللون جميل وكمية قليلة تاع سكر استعملتها، استعملت فقط كيلو تاع سكر وتحصلت على هذا اللون. هذا العسل تقدروا تحضروه في أي وصفة تتطلب العسل. وأيضا نقطة أخرى، في هذه الوصفة ما استعملتش الشب، يعني استعملت في مكونات بسيطة دوك تشوفوها معايا الآن. والآن سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات، غادي نحتاجو هنايا كيلو نتاع سكر، في الكدرة اللي واضعة لتر ونصف لتر نتاع ما، تقدروا تولو حتى 2 لتر نتاع ما. وغادي نحتاجو إلى قطعة نتاع ليمون، يعني في هذه الوصفة كما قلت لكم ما غاديش نستعملو الشب. هنايا الماء غادي نضيف له السكر ونضيف له القطعة نتاع الليمون. غادي نوضعو الكدر فوق النار ونخلوه يغلي حتى نتحصلوا في الاخير على كيلو و 300 غرام نتاع عسل. كيفاش غادي تحسبوا هذا المقدار؟ غادي ناخذوا ميزان، ناخذوا الميزان في الاخير ونوزنوا العسل نتاعنا. لازم نتحصلوا على كيلو و 300 غرام، لكن هنايا راه كاين الوزن نتاع القدر. انا هذا القدر راني وزنته من قبل يوزن بالتقريب كيلو، يعني كيلو نتاع القدر زائد كيلو نتاع عسل، لازم هنا في الميزان يكون عندي 2 كيلو و 300 غرام. هذه 2 كيلو و 300 غرام كي ننزع منها الوزن الكيلو نتاع القدر، يعني هذاك هو العسل لازم نتحصل عليه. علاش كيلو و 300؟ كيلو و 300 غادي يعطيكم بالضبط عسل عندها القوام ماشي ثقيل وماشي خفيف. لو كان تتحصلوا على اقل من كيلو و 300، لهنايا العسل اللي غادي تتحصلوا عليه غادي يكون كثيف. ولو كان يكون عندكم عسل اكثر من كيلو و 300، هنايا العسل غادي يكون خفيف. يعني انا مجربه هذه الوصفه عده مرات، كيلو و 300 غرام هو الوزن لازم نتحصلوا عليه في الاخير. الان غادي نوضعوا القدر فوق النار ونخلوه يغلي عادي. ما تنسوش ايضا تغطوا القدر من هذاك العسل يقعد يغلي. هنايا حسيت باللي صاي العسل راني يعني تحصلت على هذاك الوزن المطلوب، غادي نوزنوه يعني بهذه الطريقه وتحت الصحن باش هذيك السخانه ما تفسدش الميزان. وهنا بالتقريب راه 2 كيلو 300 راه خاصتها واحد 15 غرام، ما يهمش لا كان ناقص ب 20 غرام ولا زايد ب 20 غرام. الان هنا شنو غادي نضيفو الماء زهر 50 مللتر، من بعد غادي نخلوه حتى يبرد تماما، من بعد نعاودو نرجعه للنار ونخليه يغلي غليه وحيده. يعني من يبدا يغلي نطفوه على النار نغطوه ونخلوه. هذه هي الطريقه او السر باش تحصلوا على هذاك اللون الذهبي. كما راكم تلاحظوا هنايا اللون ما راهش مليح، غادي نعاودو نغلوه مغليه واحده فقط. هنا فقط ملاحظه، الا كان عندكم العطر نتاع العسل لاغوم دو ميال تقدروا تضيفوا ملعقه كبيره، ولا ما كانش عندكم حاضر تقدروا ايضا اضافه ملعقه كبيره نتاع عسل الحر، يعطي بنه مليحه في العسل المنزلي. ولا ما كانش عندكم حاضر تقدروا الاستغناء عليه والاكتفاء فقط بالمازال اللي حطيناه. من بعد غادي نخليه الان هنا حتى برد مليح، راه بارد. غادي نرجعه فوق النار، نار تكون متوسطه. غادي هنايا غلا غليه واحده، غير شفتها غلا طفيت عليه غطيته وخليته حتى يبرد. من يبرد غادي تتحصلوا على هذا اللون. العسل تاع اليوم حضرناه بدون شب، فقط بقطعه ليم سكر وماء. هذا الفيديو هو اجابه على بعض الاخوات اللي قالوا لي من نحضروا العسل بكيلو نتاع السكر ما نتحصلوش على هذا اللون. يعني استعملوا هذه الطريقه، جربوها وغادي تتحصلوا على نتيجه ممتازه. هنايا بعد ما برد مليح على درجة حرارة الغرفة فقط، شوفوا هنايا القوام نتاعه. وفقط ملاحظة، إلا كان العسل نتاعكم شفتوه ثقيل وانتوما تحتاجوه شوية خفيف، في هذه الحالة تقدروا تضيفوا له شوية ماء ساخن وتخلطوا جيدا حتى يتجانس الخليط، وبالتالي تتحصلوا على قوام يكون خفيف. وصلنا إلى نهاية الوصفة نتاع اليوم، وإن شاء الله وصفة اليوم تكون عجبتكم. نقول لكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله.